قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إن الهجوم الذي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر كان ضربة قاضية لإسرائيل على حد قوله، معتبرا أن المنطقة كانت بحاجة إلى هذا الهجوم وأن الفلسطينيين حاصروا إسرائيل في الزاوية كما قال. أضاف المرشد الإيراني أن الجيش الإسرائيلي انهزم أمام مقاتلي حماس وحزب الله، وأن الهجوم الذي تشنه إسرائيل هو رد فعل عصبي على إبطاء خطته كما قال، مضيفا أن 40,000 فلسطيني قتلوا في غزة وتلك هي الكلفة التي يدفعها الفلسطينيون لتحرير أرضهم حسب تعبيره. غزية فلسطين إمام با این نگاه با این دید وارد غزایا شدن اونچه که حاصل و خلاصه خواسته امام بزرگوار در باب فلسطین بود این بود که دل به مذاکرات سازش بسته نشود دل نبندند امیدوار نباشند به اینکه بتوانند با مذاکرات سازش مشکل فلسطینی ها را حل کنند و در مسئله فلسطین به یک نقطه عادلانه برسند. من دبي معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في قناة الحدث مسعود الفك، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. نقرأ معك إذن هذه التصريحات لخامنئي بعد نفي من إيران يعني مرارا وتكرارا علمها بأي تفاصيل متعلقة بالسابع من أكتوبر، يتحدث عن أنه جاء في اللحظة المناسبة. كيف نفهم هذه التصريحات؟ ماذا أراد بها؟ طبعا هناك كثير من التقارير تتحدث بأن إيران كان لها دور في هذه العملية، حتى لم يكن هذا الدور بشكل مباشر، ولكن إيران هي تعتبر نفسها هي التي أعطت المقاومة كما تقول، أخذت منها الحجارة وأعطتها الصواريخ كما تقول، لذا تنسب جزء كبير من هذه العمليات وأسباب حدوثها إلى إيران والدعم الإيراني. وحتى أكثر من ذلك البعض قال بأن هذه العملية جاءت انتقاما لمقتل قاسم سليماني كما قالها المتحدث باسم الحرس الثوري، مما دفع بحركة حماس أن تصدر بيان لتنفي ذلك. ولكن الأهم في حديث خامنئي اليوم هو تركيزه المكرر على مسألة رفض حل الدولتين، لذا شاهدناه يقول بأن رفض ما سمى المفاوضات السلام بمفاوضات المساومة، طبعا حتى يعطيها بعدا أساسيا وعقائديا في النظام الإيراني، نسب هذه التصريحات إلى المرشد المؤسس الذي رسم أيديولوجية النظام وعقيدة النظام والتركيب السياسي للنظام، وهو المرشد المؤسس آية الله خميني. واليوم كانت طبعا كما تعرفين اليوم كانت مناسبة الذكرى السنوية لوفاته. أستاذ مسعود، حينما يقول خامنئي إن المنطقة كانت بحاجة إلى هذا الهجوم وأن الفلسطينيين حاصروا إسرائيل في الزاوية، ماذا يعني؟ طبعا عندما يقول بحاجة، لأنه هذا وفقا لنظرية رفض السلام، النظرية التي ترفض السلام وترفض التفاوض بشكل عام، وهو الخط الذي ساد في منطقة الشرق الأوسط ليس الآن بل منذ أن وقعت مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، ثم الأردن، ثم دول أخرى بدأت التفاوض مع إسرائيل، و عندما قدم العرب مشروع حل الدولتين، لذا يعتبر هذه العملية في واقع الأمر هي إنهاء هذا المسار الذي بدأ في هذا الإطار. ولكن لو رفض هذا المسار، ما هو الحل؟ هل الحل فتح جبهة حرب مباشرة مع إسرائيل؟ الإيران هي مستعدة للدخول للحرب مباشر مع إسرائيل وإلى جانب الفلسطينيين. احنا نعرف إيران عندما ردت كما تقول ردت على إسرائيل
لم ترد دفاعا عن أهالي غزة ولم تضرب دفاعا عن أهالي غزة، بل ردت على إسرائيل دفاعا عن مقتل ضباطها في القنصلية الإيرانية في دمشق. لذا إيران مثل أي دولة أخرى تفضل مصالحها، تفضل ضباطها، تفضل كوادرها على أي كوادر كانت، ويبقى الفلسطينيون هم مسؤولون عن كوادرهم، عن ثورتهم، عن مطالبهم، عن حقوقهم. القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري في أول زيارة له للبنان يتحدث عن أن إيران تريد استقرار وهدوء في لبنان، وفي نفس الوقت يتحدث خامنئي عن أن الجيش الإسرائيلي انهزم أمام مقاتلي حماس وحزب الله. ماذا نفهم؟ ما الذي تريده إيران في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بلبنان؟ علينا أن نتذكر عندما كان يتحدث سيد خامنئي، كان يتحدث كمتحدث باسم دولة الثورة، وعندما يتحدث الدبلوماسيون الإيرانيون يتحدثون باسم الدولة. خامنئي يتحدث باسم الثورة وأولئك يتحدثون باسم الدولة، وهذه الثنائية هي في واقع الأمر تجعل الكثير من الدول وتجعل كثير من حتى أصدقاء إيران يكونوا في نوع من عدم الفهم للتعامل مع النظام الإيراني. هذه هي مشكلة، هذه المشكلة مستمرة منذ ثورة 1979. لدينا هناك خطاب ثوري يرفض كثير من المبادئ الدبلوماسية، لديه أصول ومبادئ ثابتة لا يمكن التجاوز عنها، وتأتي الدبلوماسية التي هي في واقع الآن مبنية على فن الممكن. هنا تبدأ المفارقة بين الخطابين. نعم، شكرا جزيلا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في قناة الحدث مسعود الفك، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.